بيبقى معنا مشترك ثالث، جرمانوس. جرمانوس ميدالية ذهبية. بيتسلمها من الأستاذ إيليا أبو شديد. شو من هذي؟ جرمانوس جرمانوس بالإضافة إلى الميدالية الذهبية بيستحق جائزة التقدير، التقدير العالي. التقدير العالي للمستوى الشعري، مبروك. قبل ما نبلش بشليل الحكي بحب أقول كلمة. لم أتعود على المنابر خطيبا بل شاعرا. أنا بشكر بالأول معد ومخرج البرنامج الأستاذ سيمون أسمر، وبشكر لجنة الحكم اللي أعطتني الثقة ويمكن يكون مشلح الشعر واسع علي، وبشكر الفرقة الموسيقية، وبشكر الجمهور يلي رح يكون الحكم عطول. في أربعة بحب أذكرون، هودي بنقطوا أساميهم ببالي عطول، وأنا أحيط الذاكرة مثل الخشب. استاذي النقيب الشاعر أنطوان السبعليني، الشاعر الاستاذ ألبير حرب، وصاحب المكتبة وصديق الأدباء والشعراء الشيخ نصيف الشمر، وآخر شي بحب أشكر بي لأنه رندح لي أنا وصغير وعلقت النغمة بديني. قصيدة الناي اللي انطرحت بالبرنامج هون، شو بيوجعك شو بيوجعك صوتك جرح، ما بيشبهك حالك، شو بيوجعك صوتك جرح ما بيشبهك حالك، نقط من خيالك وفي الصبح سهل القمح يشرد على شباك موالك، يرعى خواصر نغمتك مثل الرمح، ويطلع عبالي اطلع ببالك مثل الصبح مثل الجرح. شو بيوجعك صوتي وقع مني، خدني معك خدني معك طرطش مدى ظني، عحفة السهرة عدواير الكذبة، فتق صلاة قلبي ناي الصمت زهرة وناي الحكي أصبي. وشو بيمرقوا تحت النغم تيكبروا، وسقف النغم عريان، ردوا مطارح نطرطن عم يسهروا تيلبسوا من شردة البردان. لمي عيوني لسافر بناي المشي، وباله طويل سقع على تياب الرحيل، والوشوشي نايا تقيل، والوشوشي حزنا تقيل، وناي العيون الوشوشي.